رايك يا اخي؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اهلا وسهلا بحضراتكم معايا في قناتي مقتطفات حلوة من كل مكان. معاكم محمد. النهاردة هعمل لكم وصفة جميلة جدا وسهلة ان شاء الله، هي مربة الجزر بالبرتقال. ان شاء الله تبقى سهلة عليكم وجميلة ان شاء الله. دلوقتي معايا حوالي كيلو جزر مبشور بالطريقة دي، عليه برتقانتين كبار بشرهم كمان معاهم. البرتقان اهو بقشره كله بشره مع الجزر، وحوالي كيلو سكر، كيلو الا ربع سكر بالطريقة دي، وكوباية مية، وقرفة، عود قرفة، وقرنفل. ماشي. طبعا الأول هحط كوباية المية على الجزر كده، وأحط دي كمان معاها كده، وأحط على البوتاجاز الاول عشان خاطر الجزر ده يستوي معايا بسرعه، عشان لو حطيت السكر الاول مع الجزر هيغيب في السوى. فهو انا هسيبه بس على النار يجي ربع ساعه كده يغلي كده مع بعض، عشان خاطر احط السكر يقعد معايا ويبقى مربى جميله جدا وسهله، وان شاء الله تبقى سريعه السوى ان شاء الله. يلا بينا بقى على البوتاجاز عشان احط دي على البوتاجاز. يلا بينا. وحطيت المربى على البوتاجاز اهيت، هسيبها بقى شويه كده حوالي من 10 دقايق لربع ساعه لحد ما تغلي كده معايا، وعشان خاطر اضيف السكر. هرجع لكم تاني ان شاء الله اول ما تغلي. المربى بتاعت بدات غلت اهيت وشربت الميه بتاعتها، وما عادش فيه بقى كده غير البخار. هبدا بقى ان انا احط الجزر، انا سبتها حوالي ربع ساعه بس. هحط بقى السكر دلوقتي، هتفك من بعضها دلوقتي، مش هقلبها ولا حاجه، هي البخار بتاعها هيخلي السكر يفك. وارجع لكم ان شاء الله وانا باجي اقلبها كده. اهو السكر بيفك معايا اهوت تمام كده. المربى بتاعتي خلاص بتغلي معايا اهيت. دي اسرع مربى ممكن تعمليها بالطريقه اللي انا بقول لكم عليها دي. المربى بتاعتي الجميله هي، بسم الله ما شاء الله. كل شويه بقى بقلب فيها كده عشان ما تتلسعش من تحت، ويفضل النقاع الحله يكون سميك شويه عشان ما تتلسعش مني. هي المربى بتاعتي الجميله هي، بسم الله ما شاء الله. هي ايه الجمال دي، ايه الجمال دي، بسم الله ما شاء الله. ايه الحلاوة دي بس، ايه الحلاوة دي بس. هي كده خلاص استوت، هطفى عليها بقى. دي اسرع مربى ممكن تعمليه بالطريقة دي. خلاص كده بقت تمام كده مية مية اهيت. هطفى بقى عليها البوتاجاز واستناكم بقى ان شاء الله في التقديم، عشان نشوف المربى الجميله دي شكلها ايه في الشكل النهائي بتاعها ايه. الريحه بقى ما اقولكمش عليه، خطيره خطيره وماليه الشقه كلها، ريحه البرتقان والقرفه والبر، حته جميله جميله جدا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله. عملت المربى الجزر بتاعتي بطريقه سهله جدا جدا وبسيطه. بسم الله ما شاء الله اهيت. مربى الجزر بالبرتقال جميله جدا، والريحه بقى خيال وروعه جدا. شوفوا معايا المربى اهيت. طبعا ده القرنفل اللي انا كنت حطاه فيها. طبعا لما بعد ما بتعمل مربى بيبقى لها طعم تاني، القرنفل ده ما بتحط في المربى كده بيبقى لها طعم جميل. والعود القرفة اهوت، والمربى هيت في البرطمان جميلة. طبعا الشعار بتاعي في مطبخي، بحب اقدم كل حاجاتي سهلة جدا بطريقة سهلة جدا وبسيطة.
عشان خاطر البنات اللي لسه صغيرين دول اللي يعرفوا يعملوا حاجتنا البسيطة ديت طبعا. وبحب اقدم وفي الشكل النهائي طبعا بيبقى طعمه جميل وطعمه ما فيش بعد. طبعا الجزر منتشر اليومين دول ومسكر وحلو، والجزر طبعا فيه فيتامين ألف ومقوي للنظر. الأطفال بتوعنا الصغيرين لو تاخدي معلقة على علبة الزبادي حلو جدا. ما تنسونيش بقى باللايك والشير وسبسكرايب للقناة عشان يوصل لكم فيديوهاتي الجديدة أول بأول، وتكوني أول واحدة تشوفها بإذن الله. ولو عجبك الفيديو دوسي لايك للفيديو دعما منك للقناة، واترككم على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محدش راضي يديني اللايك، محدش راضي يديني اللايك، ما تديني لايك يا اخي.